معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مدينة اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. إذا تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية كشف عن فساد حكومي وقضائي كبيرين وابتزاز للمواطنين في مدينة الموصل، لماذا عوملت المدينة بهذه الطريقة؟ يعني أولا سبب معاملة المدينة بهذه الطريقة لأنه مبدأ إدارة الدولة هو غير صحيح. مبدأ إدارة الدولة لم يعتمد على أساس المواطنة، اعتمد على أساس الطائفة أو العرق، وهذه نتيجة طبيعية لما وصلت إليه مدينة الموصل. التقرير أشار إلى عملية فساد كبيرة، إلى عملية تغول للميليشيات كبيرة في المدينة، ولكن لا ننسى أنه عندما أراد السيد رئيس اللجنة سامة النجيفي قراءة التقرير، رفضت الكتل بقراءة التقرير وإدارة هذه الميليشيات في البرلمان. فهذه طامة أخرى. لهذا السبب احنا علينا أن لا نستغرب عندما نجد موظفا فاسدا إذا كان المحافظ فاسد، لا يمكن أن أستغرب. وإذا كان المحافظة أو الحكومة المحلية فاسدة لا نستغرب عندما تكون فاسدة إذا كانت الحكومة المركزية ممتلئة بالفساد. فالفساد اليوم في العراق على المستوى الأفقي والعمودي انتشر في العراق وأصبح سرطان في الدولة، أصبح سرطان على المجتمع وعلى الدولة. هذا علاج صعب جدا. فإحنا أحيانا لا نستغرب، أنا أقول لا نستغرب أبدا عندما تكون الحكومة المحلية فاسدة، طالما الحكومة المركزية متهمة بالفساد وممتلئة بالفساد فأكيد هي لا تستطيع معالجة هذا الفساد. من أجل ذلك النائب عن محافظة نينوى خالد العويدي قال أن أوضاع المحافظة تسير من سيء إلى أسوأ، وهذا يتناقض مع وعود الازدهار والإعمار التي تلت سيطرة على المدينة. أيضا محافظ نينوى السابق أثير نجيفي قال أن الجهات المدعومة من إيران تريد تعيين محافظ نينوى موال لها، على ما يدل برأيك أستاذ حسين تغول أذرع إيران في هذه المحافظة؟ هيمنت إيران على العراق. اليوم السفارة الإيرانية في العراق تدير المشهد. الهيمنة الإيرانية اليوم لا يستطيع أحد أن ينكرها، سواء سياسي أم ناشط أم أكاديمي أم مواطن عادي، لا يمكن لأحد ينكر هيمنة إيران. فبالتالي بالتأكيد أنه إيران يريد أن يكون محافظا مواليا لها يخدم مشروعها التوسعي في المنطقة. النائب علي صيف أيضا ذكرت أن حكومة عبد المهدي تعاملت بتخبط وعبث مع ملف نينوى، كيف ترى ملامح هذا التخبط في خطوات الحكومة تجاه مدينة الموصل وغيرها من المدن في المحافظة؟ أعتمد على ما تقوله عالي صيف، لأنه عالي صيف تنطلق من منطلق حزبي وشخصي مع السيد رئيس الوزراء، يعني هي تدعم آخرين أكثر فسادا من السيد رئيس الوزراء. لهذا السبب لا أنطلق منها، وإنما أنطلق من مبدأ عام أنه ما بعد 2003 العراق دخل في نفق مظلم فيه من الفساد ما يفوق الدول الجوار كلها، فيه من الظلم ما يعني لو وزع على العالم لا يعني فاق هذا الظلم، لا يوجد في العالم كله مثل هذا الظلم اللي موجود. الأمور كلها واضحة جدا، نحن أمام فئة لا تستطيع لا تدرك إدارة دولة متنوع، شعبها متنوع مذهبيا وعرقيا وإثنيا، لا تعرف تدير هذا لأنه لن تنطلق من مبدأ المواطن، اعتماد مبدأ المواطن، ولا تنطلق حتى من دستور الذي هي كتبته بيدها. لهذا السبب أنا لا أنطلق من ما تقوله عالي صيف ذات المنطلق الحزبي والفئوي، وإنما ننطلق من منطلق وطني. أيضا من نتائج ما يحدث في الموصل وفي حصيلة الخسائر العسكرية تحديدا، ذكر موقع وورد سوشيال ويب أن التحالف الدولي تسبب بتدمير 130 ألف منزل في الموصل، من يتحمل مسؤولية هذا الدمار وإعمار المدينة بوجود حكومة غير مهتمة بما يحدث في المدينة؟ أولا هو المسؤولية الأولى هي تقع على التحالف والحكومة، لأنه هذه الأسلحة الثقيلة التي استخدمت والصواريخ والطائرات والقصف الجوي والمدفعي، هل يعقل يستخدم مثل هذه الأسلحة في مواجهة عصابات إرهابية؟ هذا غير ممكن. ولكن يعني لمعالجة مثل هذه تحتاج استخدام الأسلحة الخفيفة لكي لا تؤدي أضرارا في البنية التحتية، ما بالك بقوة جوية تقصف الجسر الذي يربط بين الأيمن والأيسر؟ ما علاقة هؤلاء الإرهابيين بالجسر وما علاقة الجسر بهم؟ وإنما الهدف كان هو تدمير البنية التحتية لمدينة نينوى وبقية المدن، هذا هو السبب الرئيس. من يتحمل؟ بالتأكيد تتحمل القوات التحالف هي المسؤولية الأولى، والحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ما جرى في نينوى. وأنا أستبعد من
أن هناك من يحدد سقف زمني لبنائها بخمس سنوات وإلى آخره، هذا كلام غير صحيح. الموضوع ليس بالسقف الزمني، وإنما بالجهد المخلص والنزاهة التي يمكن أن تعيد بناء الموصل، وهذا هو المغيب. لنا في التاريخ عبرة، مدينة ستالينغراد التي دمرت 7 سنين مع وبجهد من حلف وارشو كاملا حتى استطاعت بناء المدينة بعد 7 سنوات، فما بالك بنينوى التي دمرت بمستوى تدمير مدينة ستالينغراد وبخمس سنوات يستطيعون، ولا يوجد جهد دولي ولا يوجد جهد حكومي لبنائها. أنا أعتقد 50 سنة يستطيعون بناء الموصل كما كانت. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي.